هذا السائل يقول هل يصح مقاطعة البضاعة للسجلانية؟ يعني الإنسان اللي يقاطع أي شيء ما هو الشراء من جهة معينة وهو واجب، حتى تقول هل يصح أو ما يصح. لكن السؤال تصحيحه هل يجب أن أقاطعه؟ هذا مسألة ثانية. أما هل يعني جيت قلت هذه البقالة ما أبغى أشتري منها؟ طيب أنت حر تشتري ولا ما تشتري؟ يعني أنت حر في نفسك تشتري ممن تشاء. لكن لو أن ولي الأمر أمرنا أننا ما نشتري من دولة معينة يقاطعها، فهذا من حق ولي الأمر. أما جواز مقاطعة أي جهة جائز، الشراء من جهة معينة ليس بواجب، لكن تحريم الشراء منهم هذا الذي فيه نظر. لو قال واحد إذا اشتريت من اليهود حرام واشتريت من النصارى حرام، هذا ما يجوز يقول هذا الكلام، لأن الله باع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، هذا المقصود. الله أعلم. أين فرانك This is allowed the Israelis to boycott him, the Iran to boycott him, to sagt der Chef, natürlich ist das erlaubt. Und derjenige, der boykottieren möchte, kann boykottieren. Aber er sagt trotzdem, es ist nicht haram, wenn man israelische Produkte kauft. Und der Prophet ﷺ hat auch von den Juden Produkte gekauft oder mit denen gehandelt. هل يؤجر الراقي فقط إذا شوف المريض أم يؤجر مجرد فعلها؟ لا، نية المرء خير من عمله. أنت إذا أردت إذا تستطيع أن تنفع أخاك المسلم فانفعه. يعني من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، إذا كان والله سواء الشفاء مو بيدك حتى تقول والله أنا أو هو يشترط عليك، لكن الشفاء بيد الله. لكن هذه من الأسباب. هذه من الأسباب، فالإنسان حتى الطبيب يعني يؤجر بمجرد علاجه لك سواء شفيت أو لم تشفى، وأيضا يستحق الأجرة، يعني الطب يأخذون أجرة منك، شفيت ولا ما شفيت، فأنت تدفع الأجرة. فالمقصود أن أنا ما أدري هل يؤجر يعني تقصد الأجر من الله ولا يؤجر يعني بالدفع بالفلوس. فلوس يقصد فلوس. فلوس. لا الاشتراط، لأن ما ينبغي الاشتراط أنك والله إذا شفيته أعطيتك، إذا ما شفيته هذا شرط غير صحيح. فأنت مجرد أنه أنت ما فرغ نفسه للقراءة عليك فهذا يستحق الأجر. Einer fragt, wie ist das, wenn eine Person Ruqya macht, darf er nur dann den Lohn dafür bekommen, den finanziellen Lohn, wenn die Person auch gesund wird? Nein, denn ob die Person gesund wird oder nicht, liegt in Allahs Hand, sondern jeder macht nur das, was er machen kann. هذا في حديث يقول أخذ من ضرب ظهرك وأخذ مالك، المقصود أن نأخذ بحق، يعني هو المقصود أنك لا تخرج على الحاكم، لأن في الخروج على الحاكم فتنة. طيب أنت تعرضت للضرب وتعرضت للقهر منه، اصبر. يعني أنت الآن مثلا تريد أن تبني قصرا فتهدم مصرا، ما ينبغي هذا. يعني أنت مثلا الظلم الذي وقع عليك والقهر الذي وقع عليك أنت تتحمله ومن أجل الأمة. لكن لو انك حرفت، شوف الان ماذا حدث في السودان من التقتيل في كل الدول. فلذلك اهل العلم عندنا اهل السنه والجماعه لا يرون الخروج على الامام ولا احداث الفتن وراء باء الصبر غير ما تصبر. وانت عرضت لظلم ومظالم فلا يعني الامام احمد تعرض للظلم وضرب واخذ ماله وهو معتزله وهو يرى ان الذي يقول خلق الله كافر، لكن كان يصبر ويحتسب. وبعضهم فقهاء كان إذا أمرهم الإمام أن يلزم ما يفتي يلتزمون، مع أنهم لا يرون أنهم يعني على حق وعقائدهم باطلة، لكن يصبرون في سبيل بقاء الدولة، لأن بقاء الدولة وعدم الفتنة فهذا فيه خير عظيم يا إخوان. التكرار
ولذلك لما جاءوا الخوارج الى الحسن البصري سالوه قالوا ما تقول الخوارج؟ قال طلاب دنيا. قال كيف طلاب دنيا؟ نحن زهاد ونجاهد ونقاتل ونبذل انفسنا. قال هل الايمان يعني تخرجتوا عن الايمان؟ هل منعكم الصلاه؟ هل منعكم الصيام؟ هل منعكم الحج؟ انتم تريدون الكرسي اللي هو عليه، وانتم تطلبون الدنيا، ما تطلبون اقامه الدين. هو ما منعكم. فبالتالي يا اخوان يعني لازم يجب ان اهل العلم راوا ان في مر التاريخ ان الخروج عن الامام ما هو، لكن هذه الثقافه ثقافه الخروج عن الامام هي جاءتنا من الشيعه من الرافضه. هم الذين لا يرضيهم احد، ما يرضيهم من ابو بكر ولا عمر ولا عثمان. ما يرضون بها، فكيف يرضون بالائمه الان؟ ما يرضون فيها. وبالتالي هذا يحسنون لبعض الناس بعض ثم ايضا الفكر الشيعي الشيوعي التمرد، هذه الافكار جت من هذه الصرخات. لكن المسلمين لا، ما يرون الفتن ولا يرون من اجل دعاءة الدنيا نقاتل ولا نصبر ويحتسب وهو للآخرة، هذا الذي نراه. نعم. Wegen dem Hadith, wo der Prophet a.s.w. sagt, man soll nicht gegen den Herrscher rebellieren, auch wenn er deinen Rücken trägt und schlägt, also auspeitscht und deinen Besitz wegnimmt. Ob er der Meinung folgt, dass das nur in dem Fall ist, wenn dieser Herrscher mit Hak handelt, dann sagt er nein, er folgt nicht diese Meinung, sondern generell, dass man nicht gegen den Herrscher rebelliert, sondern auf die Stabilität des islamischen Staates schaut. Ja? Und deswegen, wenn man nur persönlich eine negative Sache vom Herrscher erfährt, dass man trotzdem nicht gegen ihn rebelliert, um die Maslaha des ganzen islamischen Staates sozusagen nicht zu schädigen. هذا يقول يعني قول الحنابلة في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول أحمد في حديث ابن عمر، كيف أرد على من تبنى هذا القول عند الحنابلة؟ يا إخوان الآن أنت عندك أدعية موجودة في القرآن وموجودة في السنة لا تلتزم فيها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل الله عز وجل بفضله، أدعية مفتوحة تجي إلى الشيء المتشابه، اترك المتشابه الى المحكم. يعني اذا تركت المتشابه برأت دينك وعرضك، اما تروح تبحث عن المتشابهات وتشوف الحديث فهذا ليس من منهج السليم. يعني انت الان عندك 1000 دعاء كل ما فيه توسل، ثم في جزئيه حديث فيه توسل، طيب يا اخي ورايت اهل العلم ينهون عن لانه مدخل للانحراف، فاتركه يا اخي. افرض ان وجدت من قال ان العالم الفلاني افتى به، يعني الان عندك جمله من الاثار المتنهيه، ثم وجدت اثر، لما تمسكك بهذا؟ فاذا القاعده يا اخوان ان الشبهات ان نتركها، من ترك الشبهات فقد استبرا الى دينه وعقله. يعني مثلا انا بعض المرات اتعجب من بعض الناس الا يبغى يقيم المولد. طيب ليش يا اخي تبغى تقيم المولد؟ يعني انت الان عندك 100 طريق الى الجنه، صلاه الفجر مع الجماعه، قيام الليل، تلاوه القران، الصلاه على النبي، اعمال كثيره، اعمال خيريه، كلها يعني ما تحرص عليها، وتحرص على احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب. وبعض الناس الشيطان يحسن لهم هذا، انا اذكر يا اخي في احد رحلاتي العلميه ذهبنا في بلد وما كان معنا الا صف واحد يعني يصلون معنا في صلاه الظهر والعصر، ما في مصلين. جاء المغرب ايضا صف واحد، لكن بعد المغرب لقيت المسجد امتلا والمأكولات، سالتهم قالوا هذا احتفال بالاسراء والمعراج. طيب هذول ما جاوا يصلون معنا جماعه ويحتفلون ثم بعد ما انتهينا من الاحتفال، ما انتهوا من الاحتفال، جاء صلاه العشاء كلهم فروا، ما حد صلى معنا الا قليل. فيعني تتركون صلاه الجماعه مع في الامام في المسجد وتحتفلون بشيء ما انزل الله به من سلطان، وحتى لا يعرف مدى حادثه الاسراء والمعراج. يعني تحجبت من بعض الناس سبحان الله ولع بالاحتفالات.
ويترك المحكمات من الصلوات والعبادات وتلاوة القرآن. فلذلك يا إخوان أنت لا تكون عبد لهواك، لأن هذه الاحتفالات فيها أكل وفيها كيك وفيها طعام وفيها شراب، أما الصلاة هذه ركوع وسجود والتزام بالمسجد، فقد يكون هذا خلاف للنفس. فأنا نصيحتي للإخوان أن نكون عليكم بالمحكمات وترك المتشابهات، فمن ترك المتشابه فقد استبرا لدينه وعبد الله عنه. Fragt, wie ist das mit das bei dem hanbalitischen Mazhab? Eine der Aussagen ist, dass man Tawassul mit der Person des Propheten a.s.w. machen darf. So sagt der Sheikh, es gibt tausend verschiedene Arten, wie man Dua machen kann und wie man Ibadah machen kann, die klar sind. Warum sollte man dann an einem Beweis, den man vielleicht zweideutig verstehen kann oder ähnliches, festhalten, ja, und diese Sache dann praktizieren oder versuchen praktizieren zu wollen. Deswegen, wir machen, was der Prophet a.s.w. gesagt hat, das, was keine Schubha hat, was keine undeutlichen Sachen hat, nehmen wir und lassen die Dinge, wo es viele Meinungsverschiedenheiten und viele undeutliche Sachen gibt. هل إيش؟ لا هل هناك بلد تنصح بالهجرة؟ يعني البلاد هذا يسأل يقول هل هناك بلد تنصح بالهجرة؟ يعني بلاد المسلمين التي تسمع فيها الأذان وفيها المؤمنين ولا يمنعونك من العبادات والصلوات فهذا الذي تهجر إليه. ما في تأمين صح؟ يمكن أخذ Gibt es ein Land, in das der Sheikh die Hijra empfiehlt? Hier sagt er, egal welches muslimische Land, wo man den Azan hört, wo die Gebete gemacht werden, wo der Islam deutlich ist, dort kann und soll man Hijra machen. Einer hat gefragt, kann ich auch von einem Käfer am jüngsten Tag Haft nehmen? So sagt er von dem Käfer und von dem Muslim. Hat Allah jalis ala al-Arsh? Allah istawa ala al-Arsh. Istawa ala al-Arsh. Istawa bimana ala wa al-Thabat. Hada li thabit an al-Salat. Wa wajadt riwayat fi yad-Nisa wa al-Thabat. Fain sahhat hadhi riwayat. Walakin al-Qawl bil-Ulum huwa al-Maqsud. Die Frage ist, wie ist das mit dem Sitzen von Allah auf seinem Thron? So sagt er, das, was bei den Salaf ist, das, was bekannt ist, ist, dass er sich erhoben hat über seinem Thron. Es gibt manche Überlieferungen über das Sitzen und wenn diese authentisch sind oder wären, dann kann man diese annehmen. Aber die bekannte Aussage ist, dass er sich erhoben hat. هذا يقول بحكم الخروج على الحاكم جلب أفراد فساد والعاهرة وسجن الشيخ وضر المنكر ونعم المنكر. احنا نقول بالعموم يا إخوان الخروج يعني يسبب فتنة ويسبب فساد كبير. يعني الإنسان أول شيء إذا رأى منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. بعض الناس لا، لازم تنكر حتى لو تعرض للسجن. هذا شيء راجع لك انت، انت تريد تسجن روح اصرخ في المسجد نقول هذا حرام ويسجنونك خلاص، لكن لا تحمل الناس. الرسول يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. انت تجي تقول لا لازم اخرج عليه، ليش يا اخي؟ ليش يعني تلزم الناس بما لم يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه وكان في عهد الضعف وكذا، وكانت الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون عراتا، يطوفون في الكعبة عراتا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده قوة عشان يغير ويبدل، صبر لما جاء صارت عنده القوة، فأمر قبل أن يحج هو أن أرسل عمر أبو بكر الصديق وأن لا يطوف بالبيت عريان، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام. لكن هو في مكة هل سوى تنظيمات أو شيء يروح يكسر الأصنام في الليل وهم نايمين؟ ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني منهج الدعوة إلى الله عز وجل، أنك تدعو بما تستطيع ولا تعرض نفسك
شو اسمه ان انسان واحد يقول لا ابغى اعمر نفسي، خلاص ما تعمر نفسك، لكن لا تفتي الناس بذلك بما تراه لنفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم عذر هذا منهجنا في انكار المنكر. Eine fragt, wie ist das mit dem Khuruj gegenüber einem Herrscher, der Tänzerinnen bringt und der Schiuch einsperrt und ähnliches? So sagt er, der Prophet a.s.w. sagt, wer von euch etwas Verwerfliches sieht, soll es mit seiner Hand ändern, wenn er nicht kann, dann mit seinem Mund, wenn er es nicht kann, dann mit seinem Herzen. Das heißt, wenn du das machen möchtest und hier beispielsweise das anprangern möchtest und dann du weißt, du wirst dann eingesperrt dafür, du kannst das machen, aber du kannst nicht die Leute dazu aufrufen und dazu zwingen, es mit der Hand oder mit der Zunge zu ändern, wenn sie sich selber nicht in der Lage sehen. Und hat dazu Beweise gebracht oder Beispiele vom Propheten a.s.w. in der Anfangszeit des Islams. هل صحيح قول أن أهل النار يفنون ويموتون؟ القول بفناء أهل النار هذا قول، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن النار أبدية كالجنة، ولكن في قول ورد عن بعض السلف أنهم يرون أن النار تفنى، ولكن هذا أدلته ليست بالقوية، ليست قطعية، ولذلك الإنسان يتمسك بالأدلة القطعية الثابتة، وهذه كلها يعني اعتقادات، يعني ما يعني انت لما اعتقدت انها النار تفنى، هل الله سيبني النار؟ او اعتقدت انها تبقى؟ ليس لاعتقادك اثر، ان كنت متبعا للادله ومجتهدا في ذلك فمن اجتهد، لكن الذي الاحوط للانسان ان يعتقد بما قاله جماهير اهل العلم بعدم فناء الجنه والنار. Eine Person fragt, wie ist es mit der Aussage, dass die Hölle endlich ist? Ja, so sagt er natürlich, die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, die Hölle ist auch unendlich, genau wie das Paradies. Und manche der Gelehrten haben, wenige der Gelehrten haben manche Beweise so verstanden, dass die Hölle endlich ist. Ja, aber es ist natürlich sicherer für eine Person, sich an die große Mehrheit der Gelehrten zu halten. هذا يسأل يقول أنا كان علي عدد أيام من صيام رمضان وحجيت هذه السنة، هل يمحو هذا أيام الصوم مني أو يجب قضاء؟ لا يا أخي، لا يجب قضاء، هذا الحج شيء والصيام شيء، فالصيام يجب عليك أن تقضيه ولا يسقط عنك قضاء الصيام، بل هو واجب عليك أن تقضي الصيام ولا تؤخر في قضائه، وحجك لا يسقط عنك القضاء. ويقصد لأنه هو إيه كما ولدت وأمه كذا. لا بس، لكن بيبقى الفرائض كما هي. أنت الآن بقي عليك دين. هذا الدين ما يمحي الدين، بقي الدين. Der Bruder fragt, wie ist das, wenn ich noch Tage nachfasten muss von Ramadan und dann habe ich Hatsch gemacht? Sind mir dann diese Tage vergeben? Der Schiff sagt, nein, Hatsch ist eine Sache. Und das Fasten ist eine andere Sache. Das heißt, du musst trotzdem diese Tage noch nachfasten. هذا يسأل يقول الأولى الزواج من رحلة طلب العلم. من كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يحمي نفسه إلا بالزواج، عليه بالزواج. أما إذا كان الله يستطيع ولا يميل إلى النساء، يعني ما عنده يعني شهوة قوية. ويصبر ويقدر يحفظ نفسه ويتعارض طلب العلم مع زواجه، فيقدم طلب العلم لأن حتى ينتهي ثم يتزوج. لكن إنسان لا، في بلد فتنة ويحتاج إلى الزواج فيتزوج ولا يحصن نفسه، وبعدين والحمد لله رب العالمين. Wie ist das? Sollte man lieber zuerst den Islam studieren gehen oder erst heiraten? So sagt der Sheikh, das kommt darauf an, wenn eine Person nicht viel Gelüste hat und sagen kann, er muss sich jetzt entscheiden, entweder studieren zu gehen oder zu heiraten, dann soll er zuerst studieren und danach heiraten. Wenn er aber in Fitna fällt oder fallen würde, dann soll er natürlich zuerst heiraten und sich selber schützen. نريد من الشيخ التحدث عن قوة الرائي الإيمانية والرؤية عند الرؤية، يعني
يعني الـ يعني الـ الأفضل الإنسان هو يرقي نفسه، لأن الإنسان إذا كان مريضاً فهو مضطر، أما يجيب مضطر إذا دعاه. فأنت ترقي نفسك وتقرأ نفسك بالفاتحة والبقرة والمعوذات وآية الكرسي وتلتجئ إلى الله عز وجل، لأنك أنت مضطر مريض، فقوتك أقوى من الراقي. لكن لو أنك استرقيت فهذا جائز، لكن انتبه، 70,000 الذين يدخلون جنة بغير حساب الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ما يقول الرقية. فإذا طلبت الرقية يعني ضعف عندك إيش؟ أن لن تكون من 70,000 يدخلون جنة بغير حساب. ولكن لو أنك استرقيت وجاءك راقي وكذا لا بأس، لكن ننصح أن أنت ترقي نفسك. فقوة رقيك باعتبار أنك مضطر الله يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعا. Einer fragt, wie ist das? Kannst du etwas erzählen über die Stärke eines Raqis und der Ruqya generell? So sagt der Sheikh, es ist immer besser, auf sich selber Ruqya zu machen. Und du selber als kranke Person oder als Person, die etwas brauchst, bist in der Situation, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir annimmt und deine eigene Ruqya stärker ist als die des Raqis. Aber wenn du einen Raqi brauchst, und einen sozusagen bestellst oder anheuerst, dann ist das erlaubt. Aber dann gehörst du nicht zu den 70.000, die das Paradies betreten, ohne vorher abgerechnet zu werden. وأن تأتي قبل الصلاة وتكثر من ذكر الله وأن تتدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض. فإذا تفكرت وجعلت جلسات تأمل وابتعدت عن كثير من الشهوات فإن شاء الله بإذن الله تعالى الله يحسن صلاتك. Einer fragt, wie stärke ich mein Gebet, weil ich fühle mich schwach. So sagt der Sheikh, du sollst versuchen, es richtig auszuführen, die sollen richtig auszuführen und viel darüber nachzudenken, ja, dass Allah alles erschaffen hat und immer diese Sachen nicht zu vergessen und inshallah wirst du dann stärker. هذا يسأل يقول إنه في عجبي لا يقدر أن يقول حفقة ويقول كا كل، يعني بدل ما يقول كل يقول كل. هل يجوز أن يقرأ السنة؟ نقول نعم، لأن من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر كرام البرة، ومن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. فلو الإنسان يشق عليه وما كل ما تقول له قل يقول كل قل كل، هذا شاق عليه، ما إن شاء الله ربي ما يؤاخذه، نيته غير ما. Die Person, die fragt, wie ist das, wenn ich nicht Kauf aussprechen kann und stattdessen Kaf sage und dann Kul hu Allahu Ahad statt Kul sage und ähnliches, ob es mir erlaubt ist, trotzdem die Sura zu rezitieren, das ist kein Problem. Und er bekommt zwei Belohnungen dafür, einmal für das Rezitieren und einmal für die Anstrengung, dass er es so gut er kann richtig macht. هذا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير. يقول يريد أن أذهب إلى السعودية طلب العلم لكن لا أملك أي شهادة، فهل يوجد معاهد خاصة ودور حديث تقبلني؟ ما هو توجيهكم؟ يعني الآن يعني فيه الدراسة عن بعد يمكن تدخل عن طريق الإنترنت، فيه يفتحون أقونات، ولكن إذا جيت المملكة وأردت تطلب العلم ممكن يعني في مساجد مفتوحة خاصة في المدينة أو في مكة، في أي حلقة تجلس حلقات قرآن وحلقات تدرس، ما حد يطلب منك الشهادة، لكن إذا أردت أن تطلب العلم فلا بد أن يكون ترتيب منظم، ولذلك أنصحك بأن تلتحق بالمعاهد اللي عن بعد، ففيها الآن تجدها في الإنترنت ودائما يعلن أنه يعني فتلتحق فيها ويشوفون الشروط ويسألون. إذا بخيت أنا تنشغل ما تقدر تلتزم بها Einer fragt, er möchte gerne nach Saudi-Arabien gehen, um dort Wissen zu erlangen, ob es dort eine Schule gibt, die ihn annimmt, obwohl er keine Zeugnisse vorweisen kann. Dann sagt der Sheikh, es gibt in den Moscheen, vor allem in Mekka und Medina, Plätze, wo man das islamische Wissen erlangen kann.
Aber er sagt, es ist auch gut, wenn man so ein Kernstudium über online macht. Ja, da fragen sie auch nicht nach verschiedenen Zeugnissen. هذا يا سجان سؤالي، هل يصح التقديم على منحي للتعليم بدون علم مصدر المال؟ هل هذا السؤال صاحب السؤال هل هذا هو ولا لم نفهم السؤال؟ هل يقصد منحة للتعليم؟ إيه مصدر للمال للتعليم ها؟ يقصد إنه يقول وين هذا هو يجاوب وين ولا ما يزيد؟ يقول هل يصح التقديم على منحي منحة من الفلوس يعني فلوس يدرس بها يعني مصاري يدرس بها من الحكومة مثلا يقول يعني تشرح كلامه ما تعرف صاحبه وأين صاحبه يشرحه لنا ممكن يكون راح لا ممكن تكون سيد راح طيب نصبر بين لين تجي توضيح ما رأيكم لم يترك ألمانيا للعرب للعقم من الفتن الجارية ما رأيكم لما يترك ألمانيا للهرب من الفتن الجارية نعم لمن ما رأيكم لمن يترك ألمانيا للهرب من الفتن الجارية نعم إذا صار في فتن خفت على نفسك من ضياع دينك أو أولادك فيجب الهجرة تصبح واجبة ما رأيكم ما في رأي الشرع يرى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها احفظ دينك مثل ما تهاجر من أجل الدنيا شوفوا كيف الناس من أجل الدنيا كيف يركبون البحار ويقتحمون الظهار ويدفعون الأموال لماذا حتى يجون ربه يقولوا أجلنا ويموتون مساكين في الطريق ويغرقون من إيش وين رايحين يبي المال طيب يحكي فكيف الدين فأنت حافظ على دينك يا عبد الله واترك البلد اللي تخاف فيها على دينك الله يحفظنا وإياكم أنا فات بس Meinung zu einer Person die Deutschland verlässt, um sich vor der Fitne zu schützen, dann sagt er, wenn du in einem Land bist, wo du siehst, es ist Fitne und du gehst darin verloren, dann ist es sogar Pflicht, dieses Land zu verlassen. Und so wie die Leute für die Dunya und für Geld Hijra machen, von muslimischen Ländern nach Deutschland, nach Europa, um Geld zu bekommen und dabei auf den Schiffen sterben, so sollten wir eigentlich eher Hijra machen, um unsere Religion zu schützen, als diese Leute, um هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم ما هي النصيحة لمن أو لمن يأتي الوسواس في الصلاة إن كان يا أخي الوسواس متكرر وبعض المرات يؤخرك عن وهو يسمونه الوسواس القهري فهذا بعض المرات يكون في خلل فأنت تذهب إلى طبيب نفسي يعطيك دواء يعالجه وإذا كان ليس كذلك يعني مو عضوي فأنت عليك أن تدفن على يسارك ثلاثا وتتعوذ من الشيطان إن شاء الله يبقى. ثانيا لا يعني إذا جاءك الوسواس لا تلتفت إليه امضي في عملك يعني الشيطان يجي يوسوسك كبر الله الله لا تلتفت خلاص أول تكبير وخلاص الله يقبل منك وصب على هذا وإن شاء الله الشيطان يندحر ولا يلتفت إليه أما إذا استرسلت معه فسيتسلط عليه هذه مسألة مسألة ثانية أنه إذا كان وسواسا قهريا فهذا قد يكون خلل يعطونك دواء يصحح Eine Frage, wie ist das mit dem Waswas, den Einflüsterungen im Gebet? Hier müssen wir schauen, wenn das normale Waswas sind, dann soll man sie einfach nicht beachten und seine Taten weitermachen. Ja? Wenn das jedoch eine Zwangsstörung ist, dann muss man zum Arzt gehen, wenn das eine Art Verfolgungswahn oder ähnliches ist, dann zum Arzt gehen und sich medizinisch heilen lassen, inshallah. له سؤال طويل ومهم هذا يسأل يقول كيف يمكن أن أربط فهمي بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في آخر حديث لأحد الصحابة معنا لو جعل ذكرك وردك كله بالصلاة على النبي فيقضي دينك في همك وبين قول حضراتكم في خطبة الجمعة أنه لا يجوز حتى الدعاء بالنبي أو كما فهمت من جنابكم وأنه حتى النبي لا ينفعنا ذكره في قضاء حوائجنا أليس كل من
سنة الدعاء أن نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيد على عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنا ما نهيت عن الصلاة على النبي، أنا أقول صلوا على النبي، الله أمرنا وذكرتها وصليت عليه في الأول وفي التالي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة على النبي مأمور أن ننتبه، لكنك ما أنت مأمور أن تدعو النبي. الصلاة فيها خير وفي نفع، من صلى واحد صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، الله يصلي عليك عشر مرات، إذا إيش إذا صليت على النبي مرة. ولكن الصلاة ما هي؟ دعاء للنبي، أنت تدعو للنبي. ففرق بين أن تدعو للنبي وبين أن تدعو النبي، تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله ما أمرنا الله تعالى، أمرنا بالصلاة. إيش الصلاة؟ يقول اللهم صل على محمد. وهذه إذا دعيت للنبي، أنت يا أخي مو إذا دعيت للنبي، إذا دعيت لأخيك. هناك ملك يؤمر يقول ولك مثله ولك مثله، هذا إذا كان بشر. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت له؟ صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي رغب الدين فيها، وخاصة يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي أنا ما أقول ما فيها فائدة ولا شيء، أنا أقول دعاء النبي لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا للدعاء له. ولذلك في كل صلاة ماذا نقول يا إخوان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة الرضي وابعثه مقاما. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني الدعاء له. فأنت مأمور أن تدعو له لا أن تدعوه، أنت مأمور أن تدعو له. وذلك حتى في التحيات اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك، تدعو له بالبركة على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنحن ندعو له بالبركة، فنحن ندعو له. وبالتالي يعني هكذا لا يجوز أن تقول يا رسول الله غذني، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله بلد، يا رسول الله أمتك تحترق، هذا كله ما يجوز. لكن صلي عليه، وإذا صليت عليه فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. وذلك إذا بديت بالصلاة على النبي وانتهيت بالصلاة على النبي هذا من موجود. هذا يقول ما حكم لو رفض صاحب العمل؟ Eine Person hat was missverstanden und hat so verstanden, dass der Scheich in Jumma gesagt hat, dass man nicht Dua für den Propheten sprechen soll und nicht Salawat auf ihn sprechen soll. Aber natürlich, das hat diese Person missverstanden. Es geht darum, dass man nicht zum Propheten Dua machen soll, aber für den Propheten, dass wir sagen, möge Allah ihn segnen, also dass wir Salawat auf ihn sprechen oder ähnliches, das ist natürlich erlaubt und sogar erwünscht. ما حكم لو رفض صاحب العمل أن يأذن صلاة الجمعة؟ اترك العمل واترك البلد كله، صلاة الجمعة يا أخي راس دينك، لا تتفكر. يعني واحد يقول لك لا أصلي الجمعة، خلاص اترك الصلاة وتترك، هذا خطر عظيم. فعليك يا عبد الله أن يكون أهم شيء عندك الصلاة. إذا ما تقدر لك وقالوا لك منعوك من الصلاة معناته ما تستطيع في هذا البلد تقيم دينك، اخرج منها أو اترك هذا العمل، والله إن شاء الله يعوضك. Einer fragt, wie ist das, wenn mir nicht erlaubt ist, das Jumma-Gebet zu beten in der Arbeit, dann sagt er, dann verlass diese Arbeit und verlass dieses Land. Denn das Gebet, oder vor allem das Jumma-Gebet, ist eine wichtige Stütze deiner Religion. Ja? Und wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann ist es dir auch nicht erlaubt, hier zu bleiben. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الشرك في عبادة الأصنام، فما طور الشرك الموجود الآن بالذات؟ ما صور الشرك الموجود بالذات اللي ممكن يقع فيها بعض المسلمين؟ يعني عبادة، ما هو العبادة؟ اسم جامع. فالدعاء عبادة. بعض الناس الآن يعني مثلا في الرافضة يوجهون الناس لعبادة الأئمة، يعني إذا بغيت أنت أن الله يرزقك أو أردت الولد أو شباب ما تروح، من الذي يا علي؟ من الذي يا حسين؟ يا حسين أنا في جاهك، أنا أبغى الولد، أنا أبغى الوظيفة، هذا شرك. يعني بدل ما يتوجهون إلى الله صاروا يتوجهون إلى علي أو إلى الحسين، يا حسين من الذي يا حسين؟ من الذي؟ وهذا كنت أسمعه حتى في الحارة. بدل ما يقول يا الله يقول من الذي يا حسين؟ من الذي يا علي؟ وهذا خطر عظيم، لأنه ما معنى ذلك؟ معناته أن علي يسمع دعاءهم ويرى مكانه ويستجيب دعاءهم،
وممكن يتكلم بالفارسي او يتكلم بالهندي او يتكلم معناته يعرف جميع اللغات. وعلي يبقى بيضاء ما كان عنده اللغة العربية، ما عرفنا انه يعرف انجليزي ولا الماني ولا هندي ولا ما ندري. هذا جعله يعرف جميع اللغات، من وين جبتوا هذا الكلام؟ ما فهذا نوع من صور من الشرك الذي يقع فيه الناس في زمن هذا عبادة الأئمة. وكذلك عند غلاة الصوفية عبادة الأولياء، هذا القطب، هذا الأوحد، هذا الذي يستجيب، هذا الذي يفعل. فالمساكين يقف عند القبر يقول العارف لا يعرف. إيش يعني؟ ماذا يقصد؟ يقصد أنك يا صاحب القبر تعرف إيش اللي في قلبي، ماذا أريد؟ أعطني صوتي. وهذا يعني خطر عظيم، لأنك أنت جعلت له العلم ويعرف ما في القلوب، Eine Person fragt zur Zeit des Propheten a.s.w. war ja der Schirk durch das Anbeten von Götzen verbreitet. Wie ist also der Schirk heutzutage verbreitet, vor allem von Leuten, die sich dem Islam zuschreiben? So sagt der Schirk, hat zwei Beispiele gegeben. Einmal, dass die Leute beispielsweise Hilfe und Dua von Toten erbitten, wie die Schia von Ali ibn Abi Talib, ja, dass sie Dua zu ihm machen anstatt zu Allah. Oder wie die Sufie, die zum Beispiel zu einem, also die Sufisten, die zum Beispiel zu einem Grab gehen und dort zu den Toten hingehen und sagen, du weißt sowieso, was ich mir wünsche, also gib mir, was ich mir wünsche und ähnliches, ja, sodass sie ihn auf die Stufe gesetzt haben von dem Allwissenden. Hada wahad yas'al حكم استخدام الايموجيز اللي زي هذه، شوف صور الشاشه يعني ما في الخطف النهي عن التصوير وكذا والبصم. والله ترك الشبهات افضل، ترك الشبهات. Wegen einer Person gefragt, wie das mit den Emojis ist, ob das verboten ist, diese zu benutzen, weil das ja gezeichnete Dinge sind. So sagt er, es ist natürlich besser, von sowas Abstand zu nehmen. لآخر سؤال تسأل عن بالنسبة لتقسيم التوحيد إلى قسمين، إن في شيء هي كتبته يعني بالفرنك وأنا ما أدري، لكن هي أظن تريد أن تقول معرفة وإثبات وطلب وقصد. يعني تقسيم لا مشاهدة للتقسيمات. التوحيد يقسمونها العلم ثلاث أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ممكن تقسمه قسمين، المعرفة العلم يعني، ويشمل الربوبية ويشمل الأسماء والصفات، هذا من نوع المعرفة. والطلب والعبادة وهو القصد، هذا توحيد الألوهية. فهذا ما في مشكلة إذا قسمت قسمين، يعني أدمجت الربوبية في الأسماء والصفات وجعلتها لتوحيد العلم، يعني العلم بالله عز وجل، معرفة أنه هو الخالق والمبدع، فهذه تدخل بالأسماء لا بأس. وإن قصرت فرقت بين توحيد الله بأفعاله الخلق والرزق وتوحيد الله بأسمائه، ما في مشكلة. Wegen der Schwester, die gefragt hat wegen den verschiedenen Untergliederungen und wie das Tauhid untergliedert wird, wie der Sheikh vorher schon gesagt hat, das sind keine großen Meinungsunterschiede oder keine wichtigen Dinge. Wenn ein Gelehrter es so untergliedert hat und ein anderer Gelehrter es so untergliedert hat, solange die Bedeutung der Untergliederungen richtig ist. هذا سائل يقول ما هي صور الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر مخرج من الملة. أي صرف العبادة لغير الله مثل الدعاء والذبح والنذر، فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، بل هذه لا تكون إلا لله. أما الشرك الأصغر فمثل يسير الرياء، وهذا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر اللي هو الرياء. يعني الإنسان إيش يريد مدح الناس، وإذا صلى مع الناس حسن صلاته إذا كان لوحده، فهذا من الرياء الذي. وكذلك من صور الشرك الأصغر الحلف، الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني خاصة بعض الناس يعني يجري على سلفهم النبي، فهذا لا ينبغي. وهذا الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن بعض الصور منه يجعله شركا أكبر. مثال، جاء لأهل العلم عندنا سؤال
من بلاد السودان. يقول السائل: عندنا في السودان إذا طلب من الشخص اليمين بالله الحلف بالله يحلف ولا يبالي، ولكن إذا طلب منه الحلف بالولي الفلاني خاف فلا يستطيع أن يحلف. فيقول السائل: هل يجوز لنا عندما يتوجه الحق إننا نطلب منه أن يحلف بالولي الذي هو يخاف منه عشان نحصل على حقوقنا، أو لا ما يجوز؟ فهذا النوع من التعظيم للمحلوف أكثر من تعظيم لله يوقعه بالشرك الأكبر. وإلا الأصل في الحلف لأنه تعظيم، شرك أصغر، من حلف بغير الله فهو شرك أصغر. وكذلك لو قال ما شاء الله شرك، لولا الله، لولا الله فلان، لولا الله البطل، فهذا كله من الشرك الأكبر من الألفاظ، والله أعلم. لا ما يجوز، ما يجوز، لا ما يجوز. بس أنا أقول لك يعني هذا السؤال يبين لك إنه في ناس قد يعظمون المحلوف أكثر من الله فيقعون في الشرك الأكبر. Also die Frage war ein paar so Situationen von großen und kleinen Schirk. Da sagt der Schirk, der große Schirk, der einen aus der Religion rauswirft, ist alle gottesdienstlichen Handlungen, die man jemandem anderen entgegengibt außer Allah, wie zum Beispiel Gebet, Dua, Schlachtopfer und so weiter. Und kleiner Schirk wäre beispielsweise die Augendienerei, dass man, wenn einer reinkommt, schöner betet, besser betet, um dass man den Leuten gefällt. Und genauso das Schwören bei jemand anders außer Allah. Oder wenn man, wie vorher erwähnt, sagt, dass es ist passiert, was Allah und was du wolltest und ähnliche Sachen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und wir bedanken uns bei dem Chef, wir bedanken uns bei allen Zuhörern, möge Allah von allen annehmen. Wa nashkur ahl al-masjid, wa nashkur al-mustami'in, wa nashkur taban al-shaykh. المجيئي مع المقدم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يسلمك.